بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد فراج، وده الدرس الثاني من سلسلة تعلم برنامج كورل درو 2019 من الأساسيات إلى الاحتراف. هنشرح النهاردة مجموعة القوائم المنسدلة. عندنا هنا مجموعة من القوائم، وكل قائمة من دي أول ما بفتحها بتظهر لي مجموعة من الخيارات، وبعض الخيارات دي هتلاقي على اليمين مكتوب الاختصار بتاعها. نيجي على تاني حاجة برضو مهمة تخلي بالك منها، ان في بعض الخيارات من دي تلاقي جنبها سهم يمين، سهم صغير على اليمين. السهم ده معناه ان في قائمة فرعية منبثقة من العنصر ده او الخيار ده. لو انا مثلا عندي حاجة زي دي مثلا نشطتها وضغطت عليها، وجيت ضغطت هنا قلت اي حاجة فيها مثلا هنا سيندي 2، هيظهر لي اتنشط لي الحاجات اللي زي دي، او قلت له اكسبورت فور اوفيس ويب وورد بريس، الحاجات دي بدأت تشتغل عندي. بعد كده هتيجي على القائمة التانية وهي edit وview ولاي اوت. كل القوائم دي احنا مش هنشرحها دلوقتي، انا بديك نظرة عامة على الايه، نظرة عامة على واجهة البرنامج. بعد كده هنبدأ نشرح بالتفصيل كل قائمة من دولت واهم العناصر الموجودة فيها، ولكن النهاردة حاجات اساسية عشان هتبني عليها اللي جاي، فخلي بالك وركز كويس. الافكت دي برضو جميلة جدا، ادي عندي حاجة زي دي مثلا، الافكتات اللي هنا خاصة بالصور وخاصة بالفيكتور. لو عشان تظهر لي الحاجات الخاصة بالصورة لازم يكون عندي صورة بيت ماب او صورة نقطية، ادي الصورة لازم انا انشطها الاول، ادخل على افكت اختار اي تأثير او اي شكل، حاجة زي دي مثلا عملها لي كريستال. هنيجي على حاجة برضو مهمة جدا وهي قائمة البيت ماب. إيه لو ضغطت عليها هتيجي هتلاقي اغلب العناصر الموجوده في القائمه دي مش ظاهره، متهدنه. لو عايز اشتغل عليها مش البرنامج مش ممكنني ان انا اشتغل عليه، فاعمل ايه في الحاله دي؟ اعرف ان انا مش منشط اي صوره نقطيه، لان دي بتماب دي خاصه بالصور، هعرف ان انا مش منشط اي صوره. فانا حاطط هنا صوره عندي اهيت، واول ما اضغط عليها هاجي ابص هلاقي في شروط الحاله ظهرت عندي بتماب ار جي بي اون لاير 172 في 72 دي بي ار. كده 100% اول ما هتفتح قائمة بيت ماب هتلاقي العناصر اللي فيها ظاهرة. هاجي بعد كده هنلاقي قائمة التكست او النصوص، ودي خاصة بالنصوص. طيب احنا الحاجات دي احنا بنعدي عليها بسرعة ليه؟ انا بعرفك واجهة، انا بشرح لك بصفة عامة واجهة البرنامج. احنا عاملين بالظبط زي الناس اللي شغالين في السينما بيمثلوا مشهد مثلا في الشارع، فعايزين يعرفوا الناس انهم واقفين في الشارع او في ملعب كوره، فيعمل حاجه اسمها لقطه تاسيسيه. اللقطه التاسيسيه دي ياخد لك مشهد من بعيد عشان يعرفك على المكان، وبعد كده يعمل حاجه اسمها كلوز اب، ياخد لك لقطه قريبه. احنا نفس الحكايه، احنا بنشرح حاجات عامه عشان بعد كده نخش في الحاجات اللي هي التفصيليه بقى. هنيجي على قائمه التولز او الادوات، لو ضغطت عليها هتجيب لك حاجه اسمها اوبشنز او خيارات. اضغط هنا اول حاجه كورل درو، ودي معناها ايه؟ او القائمه دي كلها على بعضها وظيفتها ايه، بتعمل ايه؟ هي بتبدا تعمل لك تغير في اعدادات البرنامج. يعني مثلا النود سايز، النود دي اللي هي العقد اللي بتكون وانت بترسم اي شكل بتظهر لك. فانت لو عايزها مثلا هي مقاسها دلوقتي مثلا وليكن سمول، لو عايزها كبيره مثلا نجيب كده نرسم حاجه عشان نوضح، دي النودز اللي انا بقول لكم عليها، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها النودز او العقد. لو انا جيت على العقده اللي زي دي شكلها، شايف حجمها قد ايه؟ طيب انا محتاج ده يكون اكبر شويه، اوضح شويه. من خلال الكورل ادخل على تولز اوبشن كورل درو، واجي على النودز، وبدل ما هي سمول اخليها مثلا ميديوم او لارج، اضغط اوكي. شايف شكلها كبير عامل ازاي؟ واعدادات تانية كمان موجوده في خانه الكورل درو. نيجي بعد كده برضو اول ما تدخل على التولز اوبشن هتلاقي كاستمايزيشن. كاستمايزيشن دي يعني معناه ايه؟ ان انا من خلالها برضو هقدر ان انا اعمل بعض الاعدادات في البرنامج. زي ايه؟ انا عندي لون البرنامج ده مثلا، محتاج ان انا اغير اللون ده مثلا. ناس كتير بتحب اللون ده لان هو اريح للعين شوي، ولكن احنا هنكمل باقي الدرس بتاعنا زي ما احنا بدأنا وهو لايت، وافضل شغال على الشكل ده. هكمل تاني واقول له تولز، جايب لي الادوات وكل اداه فيها بعض الخصائص اقدر اغير واعدل فيها زي ما انا عايز. هنا جايب لي الجداول، بيقول لي انت اول ما هتفتح الجداول هيجيب لك 3 في 4، انا عايزه مثلا اول ما افتح الجداول يجيب لي 5 في 5.
خمس خانات، واقول له اوكي اخترت، جاب لي 5، 1 2 3 4، دي 5، 1 2 3 4 5، 5 صفوف وخمس اعمده، اوتوماتيك هتجي لي خلاص. هنيجي على قائمه ويندو. من الحاجات المهمه جدا في قائمه ويندو هي الدوكرز. دي عباره عن مجموعه من النوافذ او اللوحات، مجرد ما بتضغط عليها بتظهر لك هنا على اليمين في البرنامج، وفيها بعض الحاجات هتبدأ ان انت تستخدمها وانت شغال. يعني مثلا لو ضغطت على اوبجكت هنا بيجيب لي، بيقول لي ان انا فاتح صفحة اهوت، والصفحة دي فيها لير اللي هو البيت ماب اللي هو الشكل ده. اي حاجة بقى انا هضيفها هنا، اتخيل ان ده التصميم مثلا بتاعي، هضيف حاجة زي دي، بيقول لي ان انت حطيت مربع هنا اهو، وكتبت مثلا اسم اهوت، او استخدمت النصوص، جاب لي برضو بيقول لي ان انت كتبت حاجة هنا اهوت، واخترت كمان عملت دايرة، فبيجيب لي اي حاجة انا برسمها في التصميم بتاعي بيجيبها لي هنا على الجنب، بحيث ان هو يسهل عليا ان انا اقدر ان انا انقل الحاجة من مكانها. لو التصميم مثلا في عناصر كتير، اقدر ان انا انقل الحاجة من هنا بسهولة، مجرد بس ما اضغط عليها كده تبدأ تتنشط وتظهر، ابدأ احركها من مكانها، اغير لونها، اللي انا عايز اعمله فيها يكون سهل. نحذف بقى الحاجات دي ونيجي على القائمة الهلب. هيلب دي معناها مساعدة، ونضغط عليها يجيب لي ويلكم سكرين، هيجيب لي شاشة الترحيب، وهنا فيديو توتوريالز، هنا هيجيب لي برضو بعض الدروس الفيديو لو ضغطت عليها، وفي برضو اللي هي التلميحات اللي هي دي اسمها، دي معناها تلميحات، هنت دي معناها التلميحات. لو انا ضغطت عليها مثلا بيجيب لي هنا تلميحات، اي اداة انا بختارها من هنا بيجيب لي شرح لها هنا بستخدم الاداة دي ازاي. كل اللي انا اعمله بس اضغط على الاداة، يعني اضغط على الاداة دي مثلا هيجي هنا يقول لي الاداة دي وظيفتها ايه واستخدمها ازاي. كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، وهي شرح واجهة البرنامج. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.